السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة، حيث أنه عملية تعود على الكراسي راهي ما زال مستمرة، وكذلك عندي بعض عندي يعني طالب نديره للسلطات نتاع عنابة وكذلك السلطات العليا في الوطن، أنه بالنسبة للملعب ولابد تغطية تاع الملعب هذا، مش للشان لكن تحضيرا لملف وضع ملف نتاع احتضان البطولة الإفريقية يعني الأكابر ألف في 2025. لابد تفكير في تغطية الملعب هذا بطريقة يعني عصرية، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.